هنتكلم بقى عن فرخه سريعه. الفرخه دي جميله جدا، طعمها حلو. الناس اللي بتشتكي ان الصدور ساعات بتاعت الفراخ ما بتحبهاش قوي، يعني عشان بتبقى مثلا ناشفه، بتحب الجزء الاحمر من الفرخه. جربوا دي والله تحبوا الصدور بيها، وهتبقى طريه وجميله وتنفع في يعني في اكتر من حجم للفراخ، حتى الاحجام الكبيره انها بتسويها كويس. هنعملها النهارده فرخه كده لطيفه جدا مشويه في الفرن. نقول مقادير، عندي فرخه متوسطه ممكن تبقى كيلو ونص زي اللي انتم حضراتكم شايفينها دي، بفتحها من الظهر بس بفردها كده، وعندي بصلايه، وعندي 5 فصوص ثوم، عندي طماطمايه، عندي معلقتين صلصه لو حابينها محمره، لو عايزينها مصفره هتكتروا من الكركم بتاعها وهتقللوا من الصلصه، عندي معلقتين من دبس الرمان، عندي زبادي وعلبه زبادي صغنونه اللي هي 80 جرام او معلقتين كبار زبادي يعني، عندي عصير ليمون وخل، بهارات دجاج، زعتر، ورق لورا، كركم، ملح وفلفل، واللي حابب يضيف جوز الطيب دي حاجه اختياريه. بصوا بقى، انا هاخد البصلايه دي هروح كده عند الخلاط، هضرب كل الخليط ده في الخلاط، وهنعملها فرخه سريعه. اعملوا اي يعني لاي كميه فراخ هتعمل معاكم كميه حلوه، وان شاء الله بتبقى سريعه وفي الفرن وبتدي لون حلو وطعم وتيست رائع وريحه تحفه هتجيب اخر الدنيا. تعالوا كده ناخد الايه يعني في العزومات هي حلوه قوي. 5 فصوص من الثوم اهو، المعيار ده يعمل اكتر من فرخه. هناخد كده كوبايه الزبادي او علبه الزبادي، الزبادي ده بيساعد على تطريه اللحمه بشكل رائع. هناخد كده ورقتين لورا، طيب هناخد معلقه من الكزبره الجافه، وعندي كمان هنا بهارات الفراخ، معلقه كركم. الكركم ده مفيد، لازم تدخلوه في بعض التتبيلات عشان الكركم يحفز ماده الكركمين. لازم فلفل، ماده حاره، يا فلفل يا شطه. هناخد الملح، عندي طماطمايه، انا شايفه ان دي كويسه، ممكن اقطع بس الجزء ده. دي كبيره شويه طماطمايه، دي ما شاء الله الطماطم من اليومين دول ايه رائعه يعني، فاحنا ممكن ناخد كده، دي كانها طماطمايه كبيره. عندي كمان هنا معلقتين دبس رمان، ممكن تستغنوا عنه على فكره من غير هيبقى روعه برضو يعني، ايه ما تربطوش ده بده. الزعتر، عندي عصير ليمون، ومعلش بحب برضو ايه ليمونه كده فريش روعه كده، وعندي شويه خل صغيرين، كمان الخل بيساعد على تطريه الانسجه وانه الانسجه دي تتخلخل كده وتبقى تمام. اخر حاجه معلقتين صلصة اللي هم بمقام 4 صغننين بس كده. هنضرب بقى الخليط ده اهو. تمام جدا، الريحة تحفة. هحط شوية هنا، مش بعمل اي حاجة خالص، هحط الفرخة كده الاول في الجزء اللي جوه ده. طبعا دي بقى لازم تبات ليلة او قبلها على الاقل بساعتين 3 4 ساعات، كل ما تتشرب الفرخة كل ما تدي لحضراتكم نتيجة تحفة، وهتعمل صوص في الفرن. يعني ايه هتعمل صوص؟ هتلاقوها بقت جوسي وبقت عامله خليط حواليها. عايزين بقى تدخلوا كده تحت الجلد شويه هنا، بصوا شوفوا الجمال، براحتكم هي فوق الجلد تحت الجلد، اقسم بالله هتطلع طريه وروعه وطعم تحفه اهو. الجلد ده على فكره
في دهون غير مشبعه، مش دي صحيه للقلب، بس لما بيكون الفراخ نفسها فراخ بلدي متربيه بتاكل اكل بيتي خلاص، مش الفراخ البيضه. لو فيها احنا مثلا، اصل الفراخ وارد الحجم اللي بيزيد عن كيلو، يا جماعه خلينا واضحين وصراحه، اللي بيزيد عن كيلو في مرحله، ليها مرحله عمريه ومرحله تربيه معينه، بيزيد عن كيلو طبيعي بتتعرض، تبقى هتاخد دواء، هتاخد مضاد، ما هي بتتعالج اكيد، ما بتلحقش تتكسر في جسمها، مش زي الفراخ الحمراء دورتها 70 يوم فبتاخد اكتر، يعني بتتكسر في جسمها، فاحنا لما بناخدها حتى لو هي كانت واخده اي ادويه ولا حاجه الدنيا بتبقى جميله، لا خلاص. فخلينا ايه، تمام، الفرخه دي عشان اوصل لمرحله حلوه معاها لازم اكمرها، اكمرها في اول دخول ليها عشان تاخدش معايا وقت كتير في الفرن. فهاخد كده ورق الزبده هكرفشها. ليه بكرفشها؟ علشان ما تلزقش في الفرخه لما اجي ادخلها الفرن. انا مش محتاجه زيت، انا ما ضفتش دهون. ليه؟ عشان جلد الفرخه ده بالفعل هو الدهون بالنسبه لي. خلاص عايزه اقول لكم بقى، الدهون الفراخ الصحيه فعلا المتربيه بيتي والجميله المضمونه فيها اوميجا 6، دي حقيقه. بصوا كده، هنقفل كده، ودايما اي حاجه تعدي وقت الساعه في الفرن لازم تفصله بورق زبده، اقل من كده ممكن نحط الفويل، بس ده عشان ماده القصدير ما تتفاعلش مع الاكل وما تبقاش حلوه بيغمق. خلاص بسم الله، الفرن عندي عالي هحطه على 200. خلاص بسم الله، اي كميه فراخ ممكن تزودوا على الخلطه دي، تحطوا كمان معاها فرخه تانية او فرختين على فكره، تاخد وتعمل يعني تطلعه لكم مستويين ومتشربين حلو وجمال، فما فيش مشكله خالص. طيب ده شكل الفرخه. اموره قوي. يعني اموره بتلعب باليه. ده المخلل اللي احنا عملناه لو تفتكروا حضراتكم الاسبوع اللي فات، حاطه رجل على رجل. عملناه، بصوا جميل ومقرمش، والجزر ارهولكم كده، بصوا الجزر مقرمش جدا، اوريك واحده وانا باكلها، بصوا كده. سامعين القرمشه واصله؟ تحفه، لازم تجربوه. شوفوا ما عادش الاسبوع اللي فات دلوقتي، يعني عدى عليه اسبوع، روعه. انا حاسه ان رانيا مش هتسيب الطبق ده. رانيا بتحب الحاجات الحرشه اللي هي ايه، مقرمشه، اللي على اصولها دي، عامله زي تحب اكل زمان. بصوا شوف، قالت لي ما حدش هيمد ايده، لو حد بقى جدع يدخل هنا بودي جارد يقف عشان ما حدش هيقدر يعمل كده. بصوا بقى القرنبيط مقرمشه، التيست الطعم حلو، البنجر ادى لون بينك وجميل، بس اداني فايده كمان، لان انا عارفه ان البنجر في ناس ممكن تاكله كده وفي ناس ما تحبش تاكله كده، مفيش مشكلة، بس والله طعمه رائع، بسم الله ما شاء الله. مش عشان حاجة، بس أنا شخصيا مع الحاجات السريعة الجميلة، مكونات موجودة في البيت ناكل بيها حاجات بدل ما نشتريه من بره، طعمه مختلف. بصوا بقى احنا عملنا ايه، بصوا كده المحشي بدأ خلاص اهو، شايفين ازاي؟ خلاص يعني هو قدامه 5 دقايق يتشرب شوية المية اللي باقيين دول، تسويه الرز زي ما قلت لحضراتكم كاننا بنسوي رز على النار بالظبط. انا النهارده عملنا مع حضراتكم كيفيه سلق الكرومبا بطريقه اسرع من المتعارف عليه في الورقه الواحده، ان احنا نقطع الكرومب ورق ونفضل نحط ورقه ورقه بعد ما نغسله، القصه دي شويه يمكن بتتعب بعض السيدات والامهات. فانا جبت الكرومبا فرغتها وحطيت حله كبيره متاحه نص كميه الميه لانها هتعلى، حطيت فيها رشه كمون حب وسبتها اول ما غليت عشان اطلع على طول، ان لو سبتها وحطيت وهي لسه بتغلي معاها هتبقى زياده تسويه والورق هيتهري. اول ما غليت نزلت فيها الكرومبا وبدات انشي الورقه وهي تطلع بسهوله مع حضرتك، لان هي خلاص هتبقى استوت فلوحدها بتطلع. زي ما احنا عملنا، خدنا الاخضر عملنا ارضيه تحت في الحله وجهزنا الحشو بتاعنا. انا كل اللي صلصلته مع حضراتكم هي الصلصه بتاعت المحشي. الكرومب بيحتاج شويه نص تسبيكه يدي طعم وتست. طبعا الناس اللي مش حابه التسبيكه ما تعملش كده، اعملوه ني في ني وهيطلع روعه، وبزيت الزيتون هيطلع روعه، ما تحطوش سمنه مفيش مشكله برده. والله سبحان الله كل شيء من يعني من الوصفات في طريقه التقديره وبنعمله صح هيطلع طعمه جميل ومستقل بذاته. حطينا نص تسبيكه وحطينا معاها الخضره، انا كترت من الكزبره الخضراء ومن البقدونس وحطيت شبت اقل شويه،
حلو الكلام. وبعدين بعد ما خدت التسبيكه ما اتسبكت مع البصل وفصين ثوم حلوين وضربت الطماطم كده وصفيتها، وبعدين حطيت شويه صلصه، قلبنا كل الحاجات الحلوه دي واديتها شويه شطه وكمون وكزبره جافه، اديته توابل والبهارات، غليت حطيتها في بوله، نزلت الرز عليها من غير ما اغسله ولا اعمله. الرز والله ما بيحتاج، هيستوي وهيطلع روعه وهيطلع مفلفل، مش محتاجه تغسليه، لان اصبح انواع الرز اللي موجوده في السوق ما هياش محتاجه تنقيه ولا ان احنا نغسلها يعني. فانا حطيته وحطيت عليه كميه الخضره فريش بعد ما شلت من على النار كله، واحتفظت بشويه من الصوص بتاع خلطه المحشي علشان احطه في الفريزر، وقت ما اعوز اعمل محشي هجيبه احطه يفك اضيف عليه نيف ني على طول الرز والخضره، شكرا بقى عندي خلطه محشي اعملها وانا واقفه خلاص. حتى لو انتم مخزنين كرومب، عملنا الكرومب، عملنا الفرخه السريعه جدا المشويه في الفرن، اسرع حاجه وامن حاجه واصح حاجه من غير اي مواد دهنيه خالص، ويعني بتنفع في العزومات، تلاقوها طريه تلاقوها روعه، هتقعد لها في الفرن على حسب انتوا حاطين كام فرخه وحجمها قد ايه، يعني دي مثلا هتاخد لها نص ساعه، انا بعد بالظبط تلت ساعه بروح شايله عليها الكفر واسيبها بقى تبدا تاخد وتدي مع بعض لحد ما تاخد اللون الحلو.